كريم اللي راح مش انا، عشان كنت مش هستحمل التلج ده بصراحه يعني. فريق عرب هاردوير دلوقتي في باريس علشان الاعلان عن الاونر فيو 20. اونر عايزه الفتره اللي جايه دي تنافس هواوي، حتى هواوي كده في دماغها. فاحنا دلوقتي في باريس والموبايل اوريدي معانا، فحابب اقول لكم انطباعي الاولي عنه. الموبايل ده هو اول فلاكش بيجي بالفتحه او الهول اللي في الشاشه اللي فيها الكاميرا، ودي اول تجربه ليا حقيقيه مع الموضوع ده، وبصراحه يعني ده احلى تطور لموضوع النوتش على الاطلاق. يعني لما جربت الموبايل ده كده حسيت قد ايه انا كنت متضايق من النوتش. الهول دي حسنت تجربه الالعاب جدا، وكمان وانا بتفرج على الفيديوز، وحسنت تجربه الموبايل بشكل عام. الشاشه نفسها فول اتش دي بلس، اي بي اس للاسف مش اموليد. كان نفسي المره دي اشوف الفلاكش بتاع اونر في شاشه اموليد. الموبايل 6.4 انش بس مسكته في الايد مريحه جدا. وبصراحه وش الموبايل انوفيشن وظهر الموبايل انوفيشن. ظهر الموبايل تكنولوجي اسمها النانو تكستشر، بحيث ان ظهر الموبايل يعكس الاضاءه بشكل حرف الفي. شكله حلو جدا بصراحه. مشكلته بس في تصميم الكاميرات، مش عاجبني حقيقي، حاسس بحاجه غريبه كده. ولو جينا نتكلم عن الكاميرات، فالكاميرا هي 48 ميجا بكسل بالاضافه لل لا، هو المره دي مفيش كاميرا تانية، هي كاميرا واحده وفي كاميرا اضافيه تانية من نوع تي او اف او تايم اوف لايت. ودي كاميرا بتستخدم في حاجات كتير جدا، بتستخدم في الدرونز مثلا علشان تحسب المسافه العمق، وبيستخدموها في تطبيقات كتير مختلفة. بس الموضوع هنا مش مجرد بورتري، لان السنسور ده بيقدر يعرف العمق بدقة كبيرة، هو مخصص لكده اصلا. انت حرفيا معاك حاجة زي الاكس بوكس كنكت. الموضوع ما جربتوش بنفسي، بس الفكرة اللي اونر عايزة تعملها وشفناها مبتكرة جدا، وده هيخلي الجيمنج اكسبيرينس على الموبايل مختلفة تماما عن اي موبايل تاني. خلونا نجرب الموضوع ده ونشوف هيبقى عامل ازاي، وهنقول لكم تجربتي المفصلة. الكاميرا نفسها محترمة جدا، بس حاسس ان موضوع 48 ميجا بكسل ده مجرد رقم مش اكتر، مش حاسس اي فرق خالص عن اي حاجه تانية. الكاميرا المفروض بتقدم حاجه اسمها الكلاريتي مود، وده بيقدم تفاصيل اكتر في الصوره، بس برضه مش شايف اي فرق. ده غير ان الكاميرا السيلفي بصراحه سيئه جدا، مش حلوه على الاطلاق. بالنسبه للجيمنج فمبسوط جدا بالهول نوتش في اللعب، مخليه الشاشه مش متاكل منها حته زي الاول، الحته اللي متاكله صغيره جدا ومش باينه. ده طبعا بالاضافه ان ده اول موبايل من اونر نشوفه بالتشيبسيت الكيرين 980 القويه جدا. التشيبسيت دي شفناها قبل كده في سلسله المي 20، وطبعا طبعا التشيبسيت دي قويه جدا في الجيمز. وفي نقطه كمان مهمه جدا في الجيمنج، وهي البطاريه ال 4000 ملي امبير اور، الشاحن السريع بتاع واوي، بس مش زي سوبر تشارج ال 40 وات بتاع المي 20 برو، هو 22.5 بس للاسف. تجربتي الفعليه مع البطاريه هقولها في الريفيو الكامل ان شاء الله. وفي حاجه كمان اونر غيرتها، هي اخيرا غيرت اسم السوفت وير بتاعها من الاي ام يو اي بتاع واوي للماجيك يو اي بتاع اونر، وده موجود في سلسله الفيو. الاختلافات مش كتير، نقدر نقول ان هو هو، بس في رايي هي خطوه كويسه ان اونر تستقل مع الوقت، ونقدر نشوف لمسات اونر الحقيقيه مستقله عن واوي. بالنسبه للموبايل بقى بشكل عام، فهو بالنسبه لي اعلان وفاه النوتش، خلاص مفيش اي سبب ان اي شركه تنزل موبايل بنوتش تاني. فانا متحمس جدا اجرب الموبايل ده الفتره اللي جايه استخدام كامل، علشان اقول رايي في الريفيو الكامله اللي هتنزل قريب. ما تنساش بس عشان توصلك تعمل سبسكرايب وتفعل جرس النوتيفيكيشن، تعمل لايك وشير. سلام.